فيديو اليوم راح نحكي كيف نفعل خدمة الأونلاين بانكينج لبنك شبارك باص. طبعا كرمال فعل هي الميزة لازم أروح على البنك وأعمل طلب كرمال فعل أونلاين بانكينج. طبعا البنك راح يعطيني مجموعة من البيانات كرمال فعل هي الميزة. البيانات راح تكون على الشكل التالي. هلا أول شيء البيانات راح يعطيني ورقة تحويلها على الشكل التالي كرمال تفعيل برنامج اسمه البوشتان، وراح تحوي هالورقة على كود. طبعا هيك كرمال فعل برنامج البوشتان. ثانيا البيانات عم تكون الورقة الثانية عم تحوي على بيانات على الشكل التالي كرمال فعل برنامج الاونلاين بانكينج. طبعا هي البيانات بمثابة ايميل تسجيل دخول وكلمة السر اللي هي كلمة السر بمثابة البيانات كرمال فوت على حسابي البنكي من خلال الموقع الرسمي. هلا كرمال فعل الاونلاين بانكينج على الشكل التالي. الخطوة الأولى لازم ننزل تطبيق البوشتان من المتجر ونعمله تفعيل. بعد ما نفعل برنامج البوشتان راح نروح على الموقع الرسمي للبنك ونعمل تسجيل بالبيانات اللي اعطاني اياها البنك وحط كلمة سر جديدة للحساب البنكي، يعني كلمة يعني بين جديد للحساب البنكي. المرحلة الثالثة ننزل تطبيق الاونلاين بانكينج من المتجر ونحط البيانات اللي اعطاني اياها البنك بالاضافة لكلمة السر الجديدة، يعني البي ان اللي اعطاني اياها البي ان الجديدة اللي طلبنا ندخلها، وهيك يتفعل بشكل مباشر. هلا رح نبلش بالشرح ان شاء الله تعالى بالخطوة الأولى. هلا كرمال نفعل تطبيق البوشتان. هلا اول شي بعد ما نستنى البوشتان من المتجر راح نضغط على كلمة البوشتان بتطبيق البوشتان الموجود مثل موجود عندي بالصورة بوشتان ضغطة. بعدين هون عم يطلب مني انه ادخل كلمة سر. طبعا كلمة السر لازم تكون هي عبارة عن 8 مراتب على الاقل، ولازم تحوي على ارقام واحرف ورموز. طبعا هنا راح ادخل كلمة سر، راح ادخل كلمة سر من عندي هلا. طبعا طبعا بعد ما دخلت كلمة سر عم يطلب مني ارجع عيد كلمة السر نفسها، راح ارجع عيدها. طبعا بعد ما عدت كلمة السر نفسها راح اضغط على كلمة فايتا. هلا هون اذا عم يطلب مني اذا بدي فعل خيار الفتح التطبيق عن طريق البصمة، طبعا انا ما بدي فعله، راح احط على كلمة ابغي جنوب. هلا هون عم يطلب مني انه السماح للتطبيق للبوشتان للوصول لجهاز جهاز الاتصال، راح احط على كلمة ثلاثا يعني السماح. طبعا هون طلع عندي مجموعة من الخيارات. الخيار الأول موجود هو عبارة عن كود. طبعا كرمال نفعل التطبيق راح نجيب الورق اللي جبناه من كشباركاس اللي تحوي على الكود، راح نضغط على الخيار الأول اللي محل قيمة كود، فتنفتح الكاميرا تبع الجوال، تنفتح الكاميرا تبع الجوال ونعمل باركود ونعمل سكانر على الباركود الموجود بالورق تبع البنك. طبعا نحن لما رحنا على البنك كرمال نفعل اعطانا هيك ورقة على الشكل التالي. طبعا الورقة تحوي على باركود كرمال نفعل برنامج البوشتان. هلا كرمال فعل البوشتان ما عليه غير انه اجي افتح التطبيق محل ما صار عندي هيك، راح اضغط على الخيار الاول اللي عنده مثل باركود، راح اعطي ثلاثي سماح، وراح نوجه طبعا اتجاه الباركود وهيك عم صار يقرأ الباركود. هلا عم يعطيني هلا هو عم يعمل القراءة للباركود الموجود. طبعا بده فترة حتى يصير القراءة بشكل منيح. هلا طبعا بعد ما قرأ الباركود بشكل مناسب راح يعطيني كود. هذا الكود لازم اعمل له حفظ، عم يحكي انه اعمل له حفظ كرمال نفعل الاونلاين بانكينج. هلا بعد ما اطلع لي هذا الكود راح اسجل الكود عندي وراح اروح على الموقع الرسمي تبع الشباركاسة كرمال غير كلمة السر تبع الاونلاين بانكينج اللي بعتوا لي هالبنك. طبعا هذا الرقم راح اسجله هلا. طبعا هلا راح اروح على اي متصفح جوجل، نكتب اسم البنك بالاضافة لاسم المدينة، مثلا عندي شباركاسا وجيسينكيشن. طبعا اكتب اسم مدينتي، طلع لي مجموعة من الخيارات، راح اختار هذا الخيار شباركاسا جيسينكيشن، اخترته. هلا يطلع لي مجموعة من الخيارات، راح انزل لتحت اختار الموقع الرسمي تبع البنك اللي بالمدينة عندي، راح انزل بنزول. هذا هو الموقع الرسمي شباركاسا جيسينكيشن، اضغط عليه ضغطة. هلا
هلا رح يطلب مني أمد لكم أعمل بين، طبعا هاي البيانات موجودة بالورقة بتاعي اللي أعطاني إياها البنك، رح أعبي البيانات أحطهم أمد لكم نعمة، رح أسجل هذا الرقم أمد لكم نعمة هون البي إن كمان، بعدين أضغط على السهم الموجود على اليمين السهم ضغطة، بعدين ننزل لتحت ندخل على كلمة فريش، فريشت التن، بعدين هون راح اسجل الكود اللي اعطاني اياه البرنامج البوشتان، الكود اللي اعطاني اياه هون لازم ادخله، طبعا لما فعلت البوشتان اعطاني رمز، هذا الرمز راح اسجله هون، راح اكتب الرمز طبعا هلا 174، هلا ضغط على الزر الاحمر فغش التن يعني كود الفتح، بعدين كلمة فايتا، اضغط على كلمة فايتا هلا، ضغطنا على كلمة فايتا، بعدين هون عم يطلب مني انه احط بي ان جديد مؤلف من 5 احرف، طبعا تكون ارقام ورموز واحرف، طبعا هون اكتب البي ان جديد مؤلف من 5 احرف وراح ارجع اعيده، هون البي ان جديد راح اسجله، ارجع اعيد نفس الكود كرمال اتاكد انه نفس الكود، هلا هون فيديو هون نويا بي ان، راح ارجع كرر نفس الكود، بعدين راح اضغط على زر الفايتا الموجود الاحمر اللي على اليمين فايتا، بعدين هون راح كمان راح يطلب مني انه جاني كود على برنامج البوشتان كود جديد، راح اروح على برنامج البوشتان وشوف الكود واكتب الكود هون محل كلمة التان، راح اكتب الكود طبعا راح اجيبه من برنامج البوشتان، طبعا دخلت البوشتان اللي اعطاني اياه البرنامج من جديد دخلته، راح امسح كلمة سندين كمان على كلمة فايتا، هلا كلمة فايتا كمان عم يحكي لي انه بعثنا لك كود جديد على برنامج البوشتان واعطينا اياه ندخله بالمربع هون، بعثوا لي كود جديد على برنامج البوشتان، راح ادخل الكود جديد، بعدين كلمة سندين، بعدين كلمة فايتا، بعدين راح يطلع لنا هاي الشاشة عم تتم معالجة البيانات. بعدين على كلمة هاي البيانات الشخصية طبعا كلمة بيشتدي جونج موجودة بالأسفل مربع الأحمر بيشتدي جونج، ضغط عليه وخلصنا هيك شغل بالموقع، نروح على هلا الخطوة الأخيرة قد ما نفعل أونلاين بانكينج، رح تنثب بأنه نروح على التطبيق الأساسي شبار كاس الموجود بالصورة هيك اللي على اليمين، نفتحه عم يعطينا دخل كلمة سر وارجع عيد كلمة السر، انه ادخل كلمة سر من عندي وارجع اعيدها، راح ادخل كلمة سر، طبعا بعد ما دخلت كلمة سر ورجعت عدت نفس كلمة السر راح اضغط على الزر الاحمر الموجود انغشتن، هون اذا بدي فعل فتح التطبيق عن طريق البصمص انا ما بدي طبعا، هلا هون عم يطلب مني ادخل اسم البنك، مثلا اسم البنك مثلا تحط شبارك حسب اسم المنطقة أو البي ال سي يعني البوست لايت سال، طبعا هي البوست لايت سال موجود على الوجه الثاني للكارت، طبعا بي ال سي يعني بوست لايت سال، طبعا هنا راح ادخل البوست لايت سال الموجود عندي على الكارت وبرجع، طبعا بعد ما دخلت البوست لايت سال راح اضغط على الزر الاحمر الموجود بالاسفل الزر مكتوب عليه فرتش، ضغطنا عليه هلا هيك التطبيق عم يفوت، هلا راح اضغط على كلمة لوست جيت، هلا هيك عم يعطيني انه لا، هلا اضغط على كلمة كونتو انغشتن، ضغطنا عليها، هلا اضغط على كلمة فايتا، هلا هون هيك عم يطلب مني انملتون جنامة، طبعا انملتون جنامة هو نفس الرقم الموجود لما رحت على البنك
أعطاني الورقة الثانية كرمال للتفعيل الآي بانكينج مثل هاي الورقة عندي بالشكل، طبعا موجود عندي هيك. الأنميل دونك نام هي نفسها الليجنت أيدي، طبعا أنا عامل التضليل كرمال إنه هي معلومات سرية. طبعا راح أدخل الرقم الموجود تحت العنوان، طبعا الليجنز موجود عنده رقم ده راح أدخله أنا. راح أدخل طبعا البن الجديد اللي عملت له تغيير. هلا هون راح أدخل الأدمين دونك نعمة اللي موجود عندي نفسه، يعني الاي دي. طبعا بعد ما دخلت الأدمين دونك نعمة راح أضغط على كلمة فايتا موجودة بالأسفل، كلمة فايتا. هون هنطلب ندخل البين كود، طبعا البين كود الجديد مو القديم. طبعا لما فتح على الموقع تبع الرسمي تبع الشركة طلب مني انه اغير البين كود، طبعا راح احط البين كود الجديد وعمل على بين نشبايشن. هنا راح ادخل البين الجديد اللي حطيته، طبعا دخلت البين الجديد وراح اضغط على كلمة اوكي. اوكي طبعا هيك عم يتفعل عندي التطبيق. هون عم يطلب مني انه تفعيل عن طريق البوشتان، ربط كلمة أوكي كمان. هيك يكون التطبيق، أحرك أضغط على كلمة فايتا. هيك يكون التطبيق تفعل وخلص، ضربت اليوم إن شاء الله تعالى.